صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح النور مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الاثنين 9 مايو 2022. يا رب يوم جديد كله خير وبركة وصحة وسعادة. صباح الفل يا هبة. صباح الخير يا إسحاق. صباح الخير على حضراتكم جميعا، صباحكم يا رب فرحة وصباحكم سعادة رغم أي ظروف، صباحكم رزق وعافية وراحة بال وكل حاجة حلوة وكل الأمنيات الجميلة على كل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. عايزين نبتدي النهاردة حلقتنا إن احنا نتوجه بخالص التعازي لأسر الشباب الحلو اللي وقف كده قدام الإرهاب البغيض في سيناء وراح ضحيته أكتر يعني عدد كبير من شبابنا، وشبابنا غالي جدا، ولكن إحنا تربينا وعرفنا من زمان جدا إن عقيدة الجندي في الجيش المصري هو الدفاع عن أرضه ودفاع عن المتر اللي هو واقف عليه أو الأرض اللي هو واقف عليها لآخر نقطة دم. تحية لأرواح شهدائنا، خالص التعازي لأسرهم، خالص التعازي للجيش المصري، خالص التعازي لمصر كلها في الاعتداء البغيض الإرهابي على شبابنا وأولادنا في سيناء. بنعزي نفسنا، بنعزي بلدنا، بنعزي أهالي الشهداء، في نفس الوقت إحنا بنقول لست رئيس، بنقول لكل القوات المسلحة وأفراد الشرطة وكل الأجهزة اللي فعلا لا تدخر جهد على جهودها في محاربة الإرهاب، إحنا معاكو، عارفين أن الثمن غالي، الرد اللي بيحصل ده وحتى لو هي أحداث مش عايزة أقول إنها فردية لأن كل روح إنسان وكل روح جندي من ولادنا غالي جدا جدا وتمنه غالي، وإحنا دايما لينا طار عند الإرهاب ومش بنسيب طار ولادنا، وده اللي إحنا اتعلمناه عشان مش بنفرط في بلدنا مهما كان. سيادة الرئيس لما في حفل إفطار الأسرة المصرية لما قال إنه يعني قريب هنعلن سيناء خالية من الإرهاب، أعتقد إن الأخبار دي أنتوا عارفين قد إيه بتحرقهم وبتاكلهم وبيحاولوا يعني إنهم يكون ليهم رد، ولو هو ده الرد فإحنا بنقول لسيادة الرئيس إحنا معاك قلبا وقالبا، إحنا وكل جموع الشعب المصري لغاية لما فعلا نقدر نعلن بلدنا خالية من الإرهاب، وإحنا معاكم في نفس العقيدة وبنفس الروح وبنفس الإيمان. مرة تانية خالص التعازي. عايزين برضو يعني وللأسف أننا نتكلم في يعني أخبار مؤسفة، لكن الحقيقة برضو فجعة وحادث وجعنا كلنا في مدينة نصر في الحي العاشر في منطقة الواحة، بيت شقة حصل فيها ماس كهرباء في الريسبشن، وللأسف ان بعد كده النار ابتدت تدخل على الغرف بتاعة الشقة، النار ولعت. طبعا بلغوا المطافي عشان المطافي والحماية المدنية تقدر انها توصل للشقة تلحق الناس اللي فيها وتقوم بدورها، وانتوا عارفين انه يعني سرعة الاستجابة وان وارد جدا كان ممكن يتلحق الاعمار دي بايد ربنا، لكن ايه بقى اللي يعوق الحماية المدنية والمطافي انها توصل للشقة؟ عشان عدم المسؤولية، عدم الاحساس بالمسؤولية، الناس ركنة في الملف أو في اليوتيرن اللي بيدخل للعمار، سيادته ولا سيادتها بيرجع بالليل عاوز يركن عربيته ملقاش مكان، اللي ركن صف تاني واللي ركن صف تالت ده مش مكفيهم، لكن كمان ركنوا في اليوتيرن أو في الملف، واللي بالتالي منع عربية المطافي إنها تقدر توصل بسهولة للشقة عشان تطفي الحريقة أو تطفيها. كانت النتيجة إيه؟ الأب وابنه حاولوا أنهم ينقذوا حياتهم فنطوا ورموا نفسهم، اتوفوا هما الاثنين، وبنت 9 سنين بعد ما قدرت العربية المطافي تدخل عشان تطفي الحريقة لقوا للأسف البنت طفلة 9 سنين اتفحمت. طبعا يعني حادث صعب جدا، لكن للأسف هو بيبقى متكرر كتير جدا، لكن النهاردة احنا عايزين نركز على نقطة اللي راكن غلط، اللي يعني من خلاله ما قدرتش عربية المطافي ان هي تدخل المنطقة او تدخل الشارع. الحقيقة احنا عندنا في مصر بنتعامل مع العربيات او العربيات اللي هي بنملكها يعني، او بنتعامل مع مسألة الركنة او مسألة اي حاجة خالص من منطلق يلا نفسي. يعني ايه يلا نفسي؟ يعني اهم حاجه انا وعربيتي، وطب والباقي
يقول لي انا اسف يعني في التعبير، يقول لك في مصر يكش يولع. يعني ايه يكش يولع؟ يعني عادي باشا لو حد يموت يموت ما فيش مشكله، ما فيش مشكله لو حصل حاجه. طب ما انت يا باشا راكن غلط، طب اركن غلط وارفع الهاند، ما ترفعش حتى الهاند بريك، مور العربيه. احنا طبعا اللي بيسوق عارف الكلام ده، ان انت لو ما رفعتش الهاند بريك ومورت العربيه يقدر حد لو حتى احتاج يطلع او في ازمه او في حاجه ان هو يزق العربيه. لكن ده الناس بتركب وتشد الهاند بريك وتقفل وتعلق كمان بتاعها عشان العربيه ما تسرقش، وينام ويطلع ينام وفي بطنه بطيخه صيفي. لا، ده اهمال جسيم المفروض يحاسب عليه، لان انت في الاخر بتاثر على ارواح ناس. طب اقول لك على حاجه، ما بتاثرش على ارواح ناس ولا حاجه، ومش هقول لك ان في ناس ماتت بسببك زي ما اتقال لك. طب والناس اللي بتقفل على مصالح الناس، يعني واحد عايز عربي محتاج يطلع بعربيته عشان يوصل ابنه ولا بنته المدرسه، محتاج يروح مشواره، محتاج يرجع بيته، محتاج 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 محتاج، يعني ايه الفكره ان انت تقفل للناس، تقفل للناس حياتها عشان ربنا اداك عربيه فتاذي بيها الناس؟ لا، احنا عندنا في مصر هنا يلا نفسي، لو عربيه ممكن اخبطها وانا ماشي بس عدي ما فيش مشكله، بس اهم حاجه عربيتي ما يحصل لهاش حاجه، اهم حاجه انا ابقى كويس. طب انا مزاجي النهارده وضارب كده برشامه ولا ضارب سيجارتين ولا حاجه، فمزاجي ان انا اخد سبعات في تمانيات وانا ماشي على الدائري وانا ماشي على الطريق السريع، طب ويعني مش مشكله. طب ما ممكن حد بسببك يلبس في عمود نور، هو اللي لبس، انا مالي، انا المشكله المهم ان مزاجي ها 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 انا مبسوط. بيعملوا كده بعض الشباب. فاحنا عندنا هنا الحقيقه القانون غير كافي. تقول لي القانون كافي كتابه، انا اقول لك القانون كافي كتابه، لكن هل القانون مفعل؟ لا، القانون مش مفعل، زي حاجات كتيره جدا في حياتنا القانون فيها غير مفعل. هو نفس الشخص، لو راح دوله تانية، دوله جنبنا، بلاش بنقول اوروبا، لو راح دبي ولا بتاع يقدر يعمل كده؟ هيدفع اللي وراه ويدفع اللي قدامه، هيدوله البضاعه بتاعته ويقول له ارجع بلدك تاني مش عايزينك، فما يقدرش يعمل كده. لكن هو بيعمل كده في مصر ليه؟ تسيب. انا لو اتمسكت او يعني حصل لي مشكله هقول الدولة وجاية على المواطن، واقعد اعيط واعمل لي فيديو هنا على الفيسبوك، ما اتمسكتش طب وايه يعني، ايه المشكلة يعني؟ وبعدين لو حد كلمني اقول له خلاص لا مؤاخذة، وكأن لا مؤاخذة دي اللي هي تحل مشاكلنا يعني. فالحقيقة اهمال يعني في الاخر بيدفع ثمنه ناس ممكن تموت او تتأذي. الورقة اللي انتوا شايفينها على العربية دي مجموعة من الشباب في المنطقة اللي حصلت فيها الحادثة عملوها نوع من المبادرة، نوع من انهم يحسسوا ويصحوا ضمير الناس عديمي المسؤولية اللي ممكن يكون ركن، وركنته دي اتسببت في وفاة أسرة. كان ممكن لو عربية المطافي او الحماية المدنية قدرت انها توصل كانت قدرت انها تنقذهم. في أسرة اتوفت بسببك، في أسرة اتوفت بسبب دي. الورقة اللي يعني الشباب نزلوا وحطوها على العربيات اللي كانت راكنه مثلا صف تاني اللي قافله اليوترن. تفتكروا الورقه دي ممكن تصحي ضمير حد؟ ممكن تخلق عنده وجواه المسؤوليه؟ طب هي الورقه دي كافيه؟ يعني الشباب ما لقيوش حاجه يعملوها غير انهم يوصلوا الرساله بالشكل ده وتصورت وانتشرت على الفيسبوك من بعد الحادثه عشان تبقى رساله لكل الناس اللي ممكن تكون ما عندهاش ما بتفكرش، يعني بمعنى صح انا ممكن ما افكرش زي ما اسحاق كان بيقول كده، انا هركن في اي حتى واي حد تاني يكش تولع زي ما هو بيفكر، مش مشكله اي حاجه. فلكن دي ممكن تصحي الناس، لا احنا محتاجين تفعيل القانون. طب خليني اقول لكم حاجه، شوارع القاهره دلوقتي بقت عامله ازاي في كاميرات المراقبه واشارات المرور في كل الشوارع بعد ما تم توسعتها ورصفها والكباري الجديده؟ كتيره جدا بترصد المخالفات، السرعه الزايده، الحزام، الاكل وانت سايق، وكل الحاجات اللي حضراتكم عارفينها. الونش لو حد راكن صف تاني في الشوارع العموميه بيكلبش العربيه. طب تعالوا ندخل بقى لشوارع مثلا جانبيه، هل فيها الكلام ده اللي هي ما فيهاش كاميرا هتراقب؟ ما فيش ونش هيعدي عشان يكلبش عربيه؟ لا، في واحد ممكن تتعطل مصالحه، واحد ما يعرفش يودي ولاده المدرسه، حد تعب بالليل، ما هو ده وارد انه يحصل الساعه 2 3 4 الفجر، وممكن عربية إسعاف ما تعرفش إنها توصل للمكان ولا للعمارة اللي فيها المريض عشان تسعفه وتاخده تنقله المستشفى. وده بقوله لكم من تجربة شخصية على فكرة، يعني أنا كنت ممكن أروح لمكان فيه مستشفى أو فيه دكتور ونلف 4 5 6 مرات حوالين المكان عشان نلاقي مكان نركن أو ندخل ناحية المستشفى، ما بنلاقيش، وممكن نمشي خالص ما نعرفش ندخل بسبب إيه؟ عربية تركنا صف أول وتاني وتالت. كل حد
كل حد دي أقصد بيها إيه؟ حضرتك كمواطن والمسؤولية اللي عليك، ومن ناحية تانية برضو هتكلم على الدولة أو الجهات المختصة والمعنية من المرور وأجهزة المرور. كل واحد له ماله وعليه معليه. المشكلة بس مش في كده، المشكلة حتى الحواري والأماكن الضيقة. النهاردة بقى الأهالي اخترعوا قانون اسمه الحديدة، وإحنا اتكلمنا عليه قبل كده. أيوة. إن كل واحد فاكر نفسه إن هو طالما مأجر شقة ولا تملك شقة في عمارة إن هو يملك قدام العمارة، فابتدى يحط حديدة. طب ما الحديدة دي برضو لو جت عربية إسعاف ولا عربية مطاف ما تعرفش تقف من الحديدة، وعلى فكرة الحديدة دي فكها صعب جدا، يعني عشان تفك قفل وتكسره وتجيب صاحبه ومش عارف ايه بتاع، يمكن تنقل عربية اسهل، عربية الناس ممكن تشيلها يعني، لكن الحديدة دي يشيلوها ازاي غير لما تلاقي المفتاح؟ لا، فاحنا عندنا من الاهمال اللي كل واحد فينا بيقول يلا نفسي، يلا حياتي، يلا بس اللي يهمني، لكن بقية الناس ولا حد يهمه حاجة. هو ده اللي بيحصل وهو ده اللي بنشوفه في شوارع. تقول لي طب ما هو ما فيش اماكن للركنة. طب خلاص، وهي الدولة هتعمل لك يعني شوارع تحت الشوارع دي حاجة. تاني حاجة، دي نقطة مهمة لازم، يعني أنا لسه كنت بقول كل واحد ليه وعليه ما عليه. النقطة دي أنا بتمنى أن يتوفر أماكن للركنة. أنا النهاردة ده أساكن في البيت ده، وجيت أدور على ركنة حوالين البيت مش لاقي، ومعرفش حتى أصحاب العربيات. يعني احسبوا عمارة فيها 5-6 أدوار، مش هقول لكم 10 ولا برج، كل دور فيه شقتين ولا 3 شقق، كل شقة فيها عربية، اضرب في العدد ده هيجيبولك ركنة منين؟ ما هي ربنا عارفه بالعقل. استني بس، انا هقول لك على حاجه بالعقل كده. انا عايز اقول لك على حاجه. النهارده لما الناس اصلا بنت مخالف فما عملتش جراشات، والباشا اللي عمل جراش اجره بتاع السوبر ماركت، واجره مخزن، واجره يتحط. ما احنا اتفقنا ان ده بيتحارب دلوقتي وما بقاش في حاجه اسمها كده. ده العمارات يعني اللي فيها، ده انا بكلمك على العمارات اللي فيها جراج، لكن معظم العمارات في مصر مبنيه مخالف وما فيهاش جراج. طب انت النهارده الدوله صحيت وجات قالت لك المخالف واللي مش مخالف وفكره التصالح واللي مش تصالح، طب دلوقتي المفروض نعمل ايه؟ شوارع فوق الشوارع عشان الناس تركب؟ ما انا برضو لازم يتوفر لي البديل. يعني انا زي ما بنتقد السلبيات زي ما برضو احط علامه استفهام على الاقل في اللي يخصني، في ان انا ده بيتي، هل هيعقل ان انا هركن 3-4 شوارع ولا اروح اركن في منطقه ثانيه واخد تاكسي لعربيتي وانا بيتي هو ما لاقيش مكان؟ انا ما اعرفش حتى مين اللي راكن. المفروض انه يبقى في حل. لا لا لا، انا هقول لك على اسمها بس، بلاش بس السكن، بلاش بس مش عشان السكن. يعني انا هقول لك انه كم مره اتكلمنا على قانون الموضوع السايس. طب انا هقول لك، انا هديك 2 كيلو مربع في منطقه من المناطق، تمام؟ وقولي لي الدوله ممكن تعمل للناس جراج فين؟ يعني حط كده، يعني كل واحد فينا يغمض عينيه كده ويفتكر منطقه شعبيه هو عاش فيها او لازال عايش فيها، ودي الدوله 2 متر، يعني 2 متر مربع، وقول له اعمل لي جراج. هيعمل جراج فين؟ الا اذا لو هد بيوت وابتدى يعمل جراجات عموميه، ده حل من الحلول. بس لو الناس وافقت ان ده يحصل، اني مش لازم اركن تحت بيتنا، التقسيم بتاع مش لازم اركن تحت بيتنا. ما هو تحت ما تركنش تحت بيتك، بس تركن بعيد بس بالمعقول. في حتى المعقول ده انت مش بتلاقيه. وموضوع ان الدوله تعمل جراشات عمومي وان اللي شايفاه انه عامل ازمه واختناق مروري، زي ما احنا بنشوف دلوقتي اللي مبني مخالف بيتهد، اللي مش نافع معاه تصالح بيتهد. يعني التخطيط العمراني ده ما هو انا مش هقدر اعمله ولا انت هتقدر تعمله، لكن في ناس هم متخصصين في ده يشوفوا ازمه المكان. تخطيط عمراني يعني ايه؟ تخطيط عمراني، تخطيط عمراني ده للمدن اللي بتسمى مدن جديده او مدن لسه بتتاسس، نظره جديده بتتعمل حتى للاماكن القائمه. لا ازاي يعني؟ النهارده لما اجي منطقه زي الزيتون ولا عين شمس ولا المطريه، انا عايزك تنقي لي كيلو مربع وتقول لي نعمل فيه مكان ازاي؟ ما انا عارف، انا بروح الاماكن دي، بروح الشوارع، بروح الحواري دي وعارفها وحافظها. يعني فازاي ان انا يعني هركن فين؟ انا بقول انك انت عشان تكون انسان مسؤول لا ينفع تركن صف تاني ولا تالت وتقفل على حد، ولا ينفع ان انت تركن في ملف ولا في يوترن تقفل برضو على ان العربيات تروح او تيجي وتسبب ازمات لناس وممكن تكون سبب في وفاة اسرة زي الحادثة اللي حصلت. لكن في نفس الوقت الناس اللي ده مكانها ودي بيوتها هما كمان محتاجين حل. انا ما عنديش الحل المكان ده يتوفر ازاي. انا مدركة الاصحاب يقولوا ان هي ازمة، لكن دول محتاجين حل، والناس محتاجة انها تتحمل المسؤولية شوية، ما يبقاش يلا نفسي وما فكرش في اي حاجة. هتركن بعيد شوية لقيت ركنة بناقص خطوتين ثلاثة
هتمشيهم. ركنت في نص الشارع وبيتك في اول الشارع، لو لقيت مكان كويس انك تركن اعمل كده. منطقه ينفع يتعمل فيها جراج عمومي للناس وماله، لما نحاول اننا نحل الازمه دي محتاجين اننا نركز شويه في الشوارع الجانبيه زي العموميه. ايوه احنا محتاجين نعمل كده، محتاجين تفعيل القانون واللي يغلط يتحاسب. ايوه زي ما اللي بينسى يركب يحط الحزام بتاعه، الكاميرا بتجيبه بيلاقي ان عليه المخالفات نازله في المرور اللي الكاميرا مش جايباه، بس اكتشف انه عامل مصيبه زي اللي حصلت هو كمان لازم يعني صاحب العربيه اللي قفلت دي هيتحاسب بالقانون لانه كان السبب في عدم وصول الانقاذ لاسره كان ممكن انها يعني تتلحق لكن دفعت حياتها مقابل الاهمال لناس تانية. ايوه طبعا. ايه الحل؟ احنا محتاجين من الطرفين، سواء من الناس والتزامهم واحساسهم بالمسؤوليه او من الدوله بانها توفر اماكن. ايوه بس انا النهارده برضو انا عايز اقول تاني وتالت، انا النهارده لما انا باجي اكلم المواطن وبقول له خلاص الدوله عليها دور وان شاء الله هتبقى لما تبقى تعمله بالتزم، لا يبقى لا انا النهارده طالع بقول كلام في الهواء. انا بقول ان احنا نبتدي بنفسنا، ان احنا نلتزم، ان احنا ما نركنش صف تاني. وفي ناس بتعمل حركه انا بشوفها لطيفه، يعني اني لما بركن لو يعني خلاص يعني زنقت وركنت صف تاني فبسيب العربيه منوره رقم واحد عشان ممكن تتزق، وبحط تليفوني يعني بسيب العربيه منوره وبحط تليفوني بحيث ان اي حد عايز يطلع يزق العربيه، لكن انا عايز حد يزق لي العربيه ولا يلمسني ولا يجي جنبي وهركن صف تاني وهركن صف تالت. اصل انت ما تعرفش انا مين، ده في مصر بصراحه هو ده اللي بيحصل. يعني هتعمل لي هيعمل لي ايه يعني؟ يعني افرض واحد جه قال له انت راكن صف تاني يعمل له ايه؟ ولو جت عربيه الشرطه بالمناسبه هتعمل له كلبشت له العربيه ب 50 جنيه يعني هي الغرامه هي 50 جنيه بتتفك ب 50 جنيه تقريبا على ما اظن يعني. فيقول لك بسيطه يعني ما خلاص احسن ما مش فارقه معايا ال 50 مش فارقه، يقول له تعالى فك لي العجله، يقول له بس هتدفع 50 جنيه، يقول له يا باشا يا عم ال 50 جنيه. فانا قصدي اقول يعني لا احنا كمان احنا علينا دور، وانا بتمنى ان يبقى يتم تغليظ العقوبات. انا عارف ان في اماكن ما فيهاش ركنات وما فيهاش بتاع، بس النهارده انا رايح وسط البلد وعارف ان ما فيش ركنه وانا رايح بعربيتي، طب خير ان شاء الله يعني ما تركب المترو يا باشا. لا حل زي ما انزل وخد تاكسي. لا منطقه وسط البلد دي لما اتعمل جراج التحرير العمومي قد ايه فك ازمه وحل ازمه كبيره لا جدا. لا زالت الدنيا زحمه الدنيا حتى لو بس في مكان الازمه دي للي مش عاوز ينزل الجراج على فكره برضه بيتسبب في الأزمة، لكن زائد ان كان في جراشات موجوده في بعض المولات في منطقه وسط البلد، لكن لو هي غاليه وناس مش بتقدر عليها بقى في جراش التحرير دلوقتي بيشيل عدد قد ايه من العربيات، لكن في اللي بيكسل ان هو يعمل كده. محتاجين حل لموضوع السلاسل والحديد اللي معمول في الشوارع، محتاجين حل للي مش لاقي مكان وبيركن صف تاني من غير اي احساس بالمسؤوليه، محتاجين حل للسياس اللي ما زالوا دلوقتي بيستغلوا الناس وجيوبهم، ولو انت ما دفعتش ومش اي دفع دلوقتي ما بقاش فيه الخمسة جنيه دي دلوقتي بقى 10 وبقى 20 عشان انت في منطقه ازمه وانا اوفر لك، وسيب مفتاح عربيتك عشان اقدر احركها لك شمال في وسط البلد ويمين. بالساعه وبالساعه يعني في جراج يعني في جراج بره انت عندك عندك العتبه والمسك وسط البلد والزمالك والمهندسين ومناطق الزحمه دي في حاجات كتيره جدا بالساعه، والساعه بتوصل ل 20 و30 جنيه يعني. ده بكلم مش دولة اللي عاملة كده، لا ده هم ناس عاملين فيها دولة يعني، دي مش الدولة لكن في ناس عاملين دولة فيها دولة وبيلموا فلوس. طيب معانا ميمي من أسيوط نصبح عليها. صباح الفل يا ميمي. يا ميمي ألو. أيوة صباح الفل. صباح الخير. صباح النور تفضلي. أنا وجدان من مصر الجديدة. أهلا بيك. اهلا وسهلا. خطوط تدخلت يعني لا مفيش شوارع ضيقه ولا اي حاجه من المشاكل دي. لكن البلد اللي كانت بلد بعد دلوقتي عمارات فطبعا الشوارع دي زائد المحلات كل محل مش عايز حد يركن قصاده في نفس الشارع اللي احنا ساكنين فيه، مفيش حد عايز يركن حد يركن قصاده، ينزلوا بضاعتهم تحت في الرصيف عشان ما يركنش. صحيح. طب قولي لي نركن فين؟ او قولي لحضرتك نركن فين؟ ما هو احنا برضو اساسا كنا ساكنين في شوارع واسعه ومريحه وكل حاجه، لكن تصرفات الناس هي اللي بتمنعنا ان احنا نركن. طب ما فيش، هو انت حضرتك قلت ان في يعني بعض العمارات فيها جراشات صح كده؟ حتى الجراجات مليانه. والجراجات اتقلبت مخازن. واتقلبت مخازن او ما بتكفيش حتى سكانها صح كده؟ بالظبط ما بتكفيش سكانها بالظبط. تمام. الناس تسكن فين؟ صحيح. اذا كان كل محل مش عايز حد يركن قصاده بينزل بتاع تحت الرصيف في وسط مصر الجديده.
عندك حق، مش عايز حد يمكن قصاده. لا ده كمان حضرتك بتتكلمي في مصر الجديده، يعني بتتكلمي في منطقه راقيه، منطقه منظمه مبنيه الاول مش عارف على ايه، بس يعني النهارده المحلات نفسها، المحلات نفسها. تمام معاكي حق، كل واحد ينزل بتاعته تحت الرصيف مش عايز حد. وغير كده احنا رجعنا مره تانية حتى في احياء مصر الجديده وفي الشوارع اللي فيها محلات بقى في اشغالات للطريق، والناس اللي فارشين الحاجات بتاعتهم البضاعه برضو دلوقتي بقوا موجودين مره تانية. فيعني احنا موجودين مسؤوليه الحي، حي مصر الجديده فين؟ صحيح. ليه ما يواجهش المحلات دي ويجبرها ان هي هي بقول لحضرتك هي المشكله ان كل واحد فاكر ان هو لما يشتري شقه ولا يشتري محل ان هو اشترى معاها الارض اللي قدامها، يعني اشترى معاها حته من الشارع، فدي مسؤوليه الاحياء ان مفيش حاجه اسمها الجمله الشهيره اللي بتتقال يا باشا محل اكل عيش، محل اكل عيش اكل عيش، لكن الرصيف ده مش بتاعك ولا انت اشتريته مع احنا بنتعامل في الشارع، احنا مش جايين من يعني من حته بعيده، احنا لا عارفين نمشي على رصيف ولا عارفين نمشي. بنشكر حضرتك جدا وبنتمنى ان الاحياء تقوم بدورها، الاحياء تقوم، مفيش حاجه اسمها محل يقول لي محل اكل عيش، يا حبيبي محل اكل عيش جوه، لما اللي هيعوز يشتري حاجه هيدخل لك جوه، مفيش حاجه اسمها تحت عمارتي فنركن بس بتاع العماره اللي جنبي ما يركنش، القوانين دي احنا اخترعناها، ليه احنا اخترعناها؟ لان احنا فعلا حاسين ان احنا بنقعد نخترع حاجات واحنا قاعدين، وهي ينبغي ان تطبق على الناس كلها، لكن لو انت بتاع المحل سمح للناس تركن قدامه بطريقه معينه، برضه في عربيات برضه في اماكن المفروض اركن بشكل موازي، فتلاقي واحد ركن بالعرض، خد مكان عربيتين، خد مكان عربيتين وثلاثه، طب ليه يا عم ما تركن زي البني ادمين ما بتركن اهي والدنيا لطيفه يعني. اذا كانت العربيه بتفكر كده، لوحات الاعلانات الكبيره اللي بقت محطوطه فوق الرصيف اللي ما بتسمحش لحد، حتى الناس اللي المفروض تمشي فوق الرصيف بتنزل من تحت عشان مش عارفه تمشي فوق الرصيف من الاعلان، لا الرصيف ما اتعملش عشان لوحه الاعلانات اللي تبقى قد كده وما تخليش الناس تنزل فيمشوا من تحت، لانه لو مشي من فوق الرصيف هيلبس في اللوحه وهيخبط. احنا محتاجين اعاده نظر مره تانية في حاجات كتير وسلبيات كتير موجوده، احنا بنلوم نفسنا على سلبياتنا، لكن في نفس الوقت زي ما كنتوا سامعين دلوقتي، طب في ناس حاطه علامات استفهام، مين يحل لي مشكلتي؟ احنا محتاجين فعلا الاحياء تشتغل. استاذ مكاري صباح الخير. صباح النور استاذ كريم، اهلا بيك، اتفضل. صباح الفل. الاحياء تدخل حل المشكله دي. ازاي ده؟ ممكن تاخد عمارات تحولها لجراكشات، تشتريها. قبل تحولها لجراكشات يتوزع بطريقه جغرافيه كويسه. انت حضرتك ساكن فين يا استاذ مكارم؟ في القاهره. عين شمس. لو انت حضرتك في عين شمس وجات الدوله قالت لك هناخد العماره بتاعتك عشان وهنديك ثمن شقتك بس عشان هنعملها جراج، موافق؟ ما هو بص يا استاذ اسحاق، ايوه ما انا بص بقى لما حضرتك تقول لي حاجه يبقى موافق عليها ليك زي غيرك. دوله هتعمل اعلان وكل واحد موافق على الكلام ده وتديه اغراء بحيث ان تاخد منه العماره باعلى سعر. تمام تمام. وبعدين تاخدها تحولها لجراشات. تمام، انا اتمنى ده. تدخل الاحياء تحل الموضوع ده بطريقه فيها يعني ناحيه من الفن يا ريت، ده حل احنا اقترحناه قبل كده اعتقد، وحل مفيد جدا ان يتاخد بعض الاماكن تتعمل جراشات، لكن احنا المشكله دلوقتي ان احنا لما بيتاخد حاجه عشان يتعمل جراج او عشان توسيع شارع ناس كتيره بتزعل وتتضايق وتقول انتوا منكم لله وانتوا بتطلبوا حاجات مش عارف ايه وحاجات كده. انا بقول لحضرتك اللي بيحصل بصراحه، اذا كان حضرتك ده المقترح بتاعك فانا اتمنى ان لو الدوله جت قالت لك يا استاذ مكارم احنا عايزين العماره اللي انت فيها، ما وقتها ما يبقاش كلام حضرتك متغير، لان احنا كتير بنتكلم ندي التفصيل او ندي الرؤيه بس المهم بعيد عني. صح ولا لا؟ طبعا. طيب برضه استاذ نادر معانا نشوف رايه ايه. يا استاذ نادر صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. صباح الفل على حضرتك، اتفضل. كل سنه طيبين. وحضرتك طيب؟ طيب. هو في الحقيقه كمان مش مصر الجديده، في الحقيقه في بعض الاحياء زي امبابه وزي براء الدكرور بيبقى في شوارع في الحق ضيقه مش واسعه جدا، غير ان هي ضيقه الراسي في الشارع خلت ملابس. ايوه. فبتمنع عربيه مطافي، عربيه اسعاف ان هي تخش، بيبقى شارع تجاري زي اسامي شوارع كتير، يعني خمسرس شارع ناحية بيبقى عليه ضغط غير عادي، والناس منزله المحلات منزله الملابس ومنزله كل حاجه بعد الرصيف.
لا دلوقتي قافلين الشارع، يعني شارع يبقى 7 متر تقريبا، دخلت الشارع من البدايه بتاع شارع السوق ما تعملش 2 متر. ايوه ما تعديش عربيه، مفيش تمنع ان حد يخش، تمنع ان يبقى في عربيه ازعاج، يبقى في عربيه مطافي، يبقى في اي حاجه من الحاجات دي كلها. زائد اللي حضرتك قلته، احنا برضه عندنا كميه عماير متاجره بلاي ستيشن تحت الاول اللي هو الجراج. ايوه ومأجر بلاي ستيشن، مأجر بلياردو، مخزن، ولاقي الجراج بتاع العماره كله. تمام. انا بشكرك. احنا يعني بعد كل اللي احنا قلناه، احنا علينا نكون ناس ايجابيين، بلاش سلبية، بلاش لا مبالاة، بلاش عدم احساس بالمسؤولية، لكن في نفس الوقت احنا محتاجين نحس بدور الدولة في سيادة القانون وفي تطبيق القانون بيد من حديد. طب احنا سريعا على الكل في شوارع جانبية، في شوارع عمومية، في احياء شعبية زحمة، في احياء راقية، دلوقتي احنا محتاجين تطبيق القانون، وبقول مرة تانية بيد، عندنا قوانين من اعظم القوانين اللي موجودة في الدنيا، لكن تطبيق القانون هل على حد وحد؟ لا. على منطقة ومنطقة؟ لا. على شوارع رئيسية شوارع جانبية؟ لا. تمام. احنا برضو معانا استاذ معوض من حلوان، ناخد اخر كده مداخله. اتفضل يا فندم. انا عاوز اشترك مع حضرتك حاجه بنعاني منها كلنا. اتفضل. القطر المصري كله معايا. ايه هي؟ اللي عنده عربيه واللي بيغسل السلم بالميه، والشوارع مليانه ميه في عز الشتاء. ما كنتش اعرف امشي. ايوه. مش في حلوان بس، وفي كل حته. لحد وزير التنميه. طب اقتراح حضرتك، اللي عنده عربيه يا استاذنا استاذ معوض، اللي عنده عربيه يركنها فين؟ رايك ايه يعني؟ يعني يركنها في اقرب مكان للبيت، مش لازم تحت البيت. مش لازم يعني، وتعاونوا مع بعض، السكان كلهم يتعاونوا مع بعض يتحلوا المشكله دي. ايوه. طب ما هيتعاونوا مع بعض هيعملوا حديد. لا حديد لا، ممنوع الحديد. تمام. واخد بال حضرتك؟ تعاونوا مع بعض عن طريق برضو الحكم المحلي او المحافظه او رئاسه الحي، تشترك معاهم يعني اللي هو الملاك بتاع العربيه، يوجدوا حل لرئاسه الحي، احنا عاوزين كذا كذا كذا. تمام. يعني هم نفسهم اللي لقوا حلول. بس انا اللي بعاني منه يا استاذ استاذه هبه، أيوه. الميه اللي مغرقه شوارع، يعني كل حته اروح اللي عنده عربيه بيغسل. واحنا في عرض نقطه الميه اللي المفروض نحافظ عليها ونقتصد فيها، يعني حتى احنا اتكلمنا انا وصحابي قبل كده في موضوع نعمل ايه، والناس اللي بتغسل عربياتها في الشارع، وقلنا لما توديها في بنزينه ولا في مكان متخصص يغسلها، وناس سالت الخرطوم اللي بيطلع الميه الكتير، قلنا ان ده بيبقى هواء اكتر من انه ميه، قوه دفع يعني، ففيها نوع من وكحل مؤقت يعني، برضه عشان الناس ما تزعلش فكره ان احنا ممكن الدوله تهد عماره، وده بيبقى مكلف جدا على فكره، ملايين كتيره جدا يعني، ولو هتاخد كذا قطعه بتبقى مليارات. لا، يبقى على الاقل الاراضي اللي موجوده وسط المناطق الشعبيه ما نديهاش تصريح مباني، الدوله تشتريها بالسعر العادل للارض وتعملها جراشات، بدل ما تبقى مقلب زباله. واللي والجراش يبقى بفلوس. احنا ما نقولش برده الجراش يبقى ببلاش، يعني برده فكره ان حد يركن ببلاش، لا يعني ما فيش حاجه اسمها كده، لكن يركن بفلوس، او الناس او يتم السماح لاصحاب الاراضي بعدم البنى، لكن ممكن ياجروها كجراش. في حلول ممكن تحصل بس محتاجينها بشكل سريع. اتفضلي. في حلول اصلا، ان سكان العمارات نفسهم، يعني انت ممكن تركن تحت بيتك بس يبقى صف ما يعوقش الحركه في الشارع. أيوة. ما نركنش في الملفات جوه الجراج نفسه، ممكن زي ما كنا لسه اصحابي يقول اللي بيركن بالورب او بالعرض، الطريقه اللي تخلينا ناخد اكبر عدد من العربيات نعملها، فنبقى متعاونين. مش معنى انك ركنت عربيتك مش مهم بعد كده باقي الناس. طب سريعا ناخد كده تعليقات الناس. سريعا نحاول نصبح عليك ونشوف ارائكم. لسه مش معايا التعليق. هو يبدو ان في مشكله في طب انا معايا تعليق اهو. استاذ مجدي نجيب بيقول للاسف احنا بقينا قمه الفوضى امام العقار، عندنا لا اجد مكان، اضطريت اركن بعد معاناه في مكان بعيد عن سكني، نزلت مره لقيت الكاسيت مسروق، ومره لقيت الاكسدام، الحل هو وقف استيراد السيارات لمده 5 سنين. ثانيا لا، ما نقدرش نقول الناس ما تشتريش عربيات، يعني ما نقدرش نقول للناس يعني ليه حضرتك طالما عندك عربيه ليه ابن عمك لما يعني احرمه ان هو يبقى عنده عربيه؟ ما هي كده،
لكن في حلول. مع كل دول العالم في ناس بيبقى عن البيت فيه عربيه واثنين وثلاثه، لكن هم لقوا الحلول دي من زمان جدا، فاحنا ليه ما نجدش حلول بدل فكره المنع؟ انا بشوف ان فكره المنع دي اضعف حاجه في العمليه خالص، وكاني بقول خلاص نمنع حد يشتري عربيات، وانا طالما عندي عربيه مش مشكله حد يبقى عنده عربيه. من انا الاركين يعني. طيب هي اماني انيس بتقول معلش ده كلام مرسل، انا اسفه الناس تركن فين؟ الشوارع العموميه لغت الركن إلا في أضيق الحدود، والونش مش راحم. قبل ما تتكلم تلاقي الحل الناس تركن فين؟ العماير القديمة كلها من غير جراج. يا أستاذة أماني إحنا مش بنقول كلام مرسل، لو حضرتك يعني متابعة معنا من بداية كلامنا، إحنا قلنا الجهتين، يعني إحنا حطينا الكفتين وطرحنا إن إحنا علينا مسؤولية، لكن في نفس الوقت إحنا كمان طرحنا سؤال الناس تركن فين، ونادينا الأحياء إنها لازم تلاقي هي كمان حل للناس. إحنا معاكي جدا، اللي ما عندوش جراج في العمارة ومش لاقي مكان تحت بيته يركن فين؟ توني مارجان بيقول يعني ايه جراج ب 700 جنيه؟ طبعا كثير 700 جنيه. خادمة الرب إلينا، يا ريت كل تصريح بناء عمارة يكون الزام تحته جراج. ما ده اللي بيحصل دلوقتي، لكن احنا بنتكلم على سنين فاتت كتير. ما هو لازم احنا يعني يبقى في تعاون ومرونة عشان يبقى في حل. ما خلي بالك برضو يعني ما في حل ان لو حضرتك النهاردة رحت سكنت في مدينة من المدن الجديدة هتلاقي ركنة وتركن بالطول وبالعرض وبالورب، وهتلاقي ركنة وما عندكش المشكلة دي خالص. عشان التخطيط من البداية صح، عشان التخطيط من البداية صح، وفي مكان للركنة وفي جراشات وفي كذا وفي كذا، لكن احنا بنحل المشكلة اللي هي مزدحمة قوي. وانا لو قلت لك روح في مدينة هتقول لي ما اجيب منين؟ لا مش هروح، لا انا عايز اسكن، مش عارف ايه. فاحنا بنحاول نطرح حلول من خلال حضراتكم للمشكلة اللي موجودة دلوقتي في الأماكن اللي هي زحمة جدا. عواطف نصيف بتقول دلوقتي كل واحد مأجر محل قافل الرصيف، اللي قدامه قافل خالص الرصيف، تبقى مش عارف تمشي من الرصيف خالص. يعني مش بتكلم في الركن زي ما كنت بقول لكم، حتى القفل، وده المفروض يكون في تطبيق قانون وما يبقاش فيه سماح للمحلات انها تعمل كده، لا تقفل الرصيف اللي قدامها ولا تنزل بضاعتها قدامه. الباشا سمير بيقول مش ضروري يركن تحت البيت، لو في مكان مناسب بعيد شويه يعتبرها رياضه ويمشي شويه، اللي يقدر يعمل كده طبعا يا ريت. كرولوس عواطف بيقول ما ينفعش يكون في إهمال زي كده في مصر. مين كمان؟ جانيت غبريال بتقول يا ريت يكون في ركنة بأجور رمزية في الأماكن الفاضية تاخدها الحكومة وتعوض صاحبها. بتمنى طبعا، ويبقى دي تبقى حلوة جدا يعني. ميري هاني بتقول إيه ذنب الراجل اللي حسستوه بالشعور بالذنب عشان قفل الشارع؟ الشعور بالذنب، طب ما هو ليه ذنب؟ يعني هو يعني مش راكن صف تاني ولا تالت يا ميري، هو يعني راكن في اليوترن في الملف اللي ممكن يعني اي عربيه يعني تحتاج تعدي، هو عامل مخالفه تعد جريمه يعني. يعني هو لو قافل صف تاني او تالت هقول لك يعني غلط، بس مش الغلطه اللي هو الملف اللي ممكن اي عربيه تعدي. مش عارفه الحقيقه اقول ايه يعني. طبعا تعليقات كتير، واعتقد ان من التعليقات دي كل واحد من وجهه نظره بيفكر في حل. يعني بعد كل الاخبار الصعبه دي، قبل ما نطلع للفاصل نقول حاجه حلوه بس كده يعني تفرح وتدينا روح حلوه لليوم. النهارده عيد ميلاد الست العذراء، وكل سنه وحضراتكم طيبين، بركه شفاعتها اللي يعني ما فيش اتنين بيختلفوا عليها، ما فيش حد من المصريين العذراء ملهاش غلاوه، ملهاش صوره حتى في بيته، تكون معانا ومع اولادنا ومع بناتنا ومع بلدنا في الوضع الصعب اللي احنا فيه لغايه لما نعدي لبر الامان. شفاعه العذراء وبركتها ويعني صلواتها من اجلنا تكون معانا كلنا، وتباركنا وتبارك بيوتنا وتبارك يعني أسرنا يا رب. لسه معاكم، نخرج لفاصل قصير ونرجع تاني.